بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربك وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ذلك
الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله.